بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. انا عايز اسالكم سؤال، يا ترى بتعملوا ايه في الوقت بتاعكم اليومين دول؟ انا عارف ان عندكم وقت كتير قوي. طبعا خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي، ان الوقت ده وزنه من ربنا، وزي ما قال واحد من القديسين، يعني كل ما يبقى عندنا وقت فاضي ممكن يبقى معمل للشيطان. فعشان كده انا حبيت ان انا النهارده نفكركم ب ان في ناس مرت بنفس الظروف بتاعتنا وكان عندها وقت فاضي بس عرفت تستفيد منه استفاده جميله قوي. وانا نفسي ان انا نقول لكم ان انا كلنا نفسنا اليومين دول نفتكر وعد ربنا لينا اللي قاله لنا واللي قاله للكنيسة كلها: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أنا رحت النهاردة قلت نقابل واحد قضى وقت زي الوقت اللي احنا فيه، ويا ترى كان بيعمل فيه إيه. الحقيقة اللي قضى الوقت زي بتاعنا ده هو معلمنا بولس الرسول لما كان في السجن، بس احنا مش في السجن ولا حاجة، نشكر ربنا. احنا بس في مننا ناس قاعدة في البيت وعندها وقت شوية. معلمنا بولس الرسول في الوقت اللي كان فيه يعني بيمر في السجن وكانت الظروف بالنسبة له صعبة جدا، طبعا كان بيستفيد بالوقت ده في كتابة الرسائل للكنائس اللي هو كان أسسها قبل كده. والنهاردة في القداس بتاع النهاردة هنلاقي معلمنا بولس الرسول بيكلمنا وهو في السجن في رسالته إلى أهل فيليبي. أول حاجة بيقول لنا اليومين دول، أنا عايز نوصيكم بوصية مهمة جدا. عارفين الوصية اللي بيوصينا بها إيه؟ يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ويبقى أول وصية بولس بيقولها لنا اليومين دول: أنا عايزكم تبقوا فرحانين، أنا مش عايزكم لا تبقوا قلقانين ولا تفقدوا سلامكم ولا تشيلوا هم، بالعكس تبقوا فرحانين في الرب، فرحانين في مواعيد ربنا، فرحانين بعمل ربنا، فرحانين بأن أنتوا ولاد ربنا اللي غاليين عليه واللي هو ممكن يحول كل حاجة، وفي لحظة ممكن يعني يغير كل الأمور اللي حوالينا. المهم يبقى أول حاجة أو أول وصية معلمنا بولس الرسول بوصينا بيها النهاردة وهو في داخل السجن، بيقول لنا: يا جماعة أنا حاسس بيكم وأنتوا عندكم وقت، أول وصية افرحوا في الرب كل حين. نقول له: طب يا بولس، يعني الوقت ده نعمل فيه ايه؟ عارف معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ يقول: يا جماعة انا عايز نقول لكم حاجة، عايز نقول لكم لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. يعني نمرة اتنين، مش عايزكم تشيلوا هم، لا تهتموا بشيء. يعني بولس الرسول بيقول لنا يا جماعة نفس الوصية بتاعت ربنا يسوع لما قال لنا: يا جماعة أنا عايزكم تبصوا كده لطيور السماء ولزنابق الحقل وتشوفوا إزاي هي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع لمخازن، لكن أبوك السماوي إيه بيوقتها. يبقى تاني وصية معلمنا بيوصينا، معلمنا بولس الرسول بيوصينا بيها: يا جماعة ما تهتموش، من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا، من منكم لو اهتم يقدر يحول شعر بيضة لسودة أو سودة لبيضة. يعني الموضوع مش محتاج لكلام ولا يعني شيل هم، لا تهتموا بشيء، خلي ملقين كل همكم عليه
واثقين أنه يعتني بكم. ثالث وصية معلمنا بولس الرسول يقول لنا عليها، يبقى فرح، نعيش بلا هم. ثالث حاجة بيقول لنا عليها، بالصلاة والدعاء مع الشكر، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. عايزين حاجة تعملوها اليومين دول وانتوا عندكم وقت فاضي ويمكن مش لاقين حاجة تعملوها، فرصة للصلاة، فرصة للدعاء، فرصة ان احنا نشكر ربنا على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. احنا يعني يمكن ساعات كتيرة بنقول مش لاقين وقت نصلي، مش لاقي وقت، يعني الأجبية طويلة، يعني تعبان ومش قادر نقف. طب احنا دلوقتي قاعدين وعندنا وقت كتير، يبقى احسن فرصة ادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي لأبوك اللي في السماء، وأبوك اللي في السماء حيسمع لصلواتك وحيستجيب ليها. يبقى ثالث وصية معلمنا بولس الرسول بيوصينا بيها، الصلاة والدعاء مع الشكر على طول في كل حين، وكأنه بيفكرنا بوصية ربنا يسوع اللي قال لنا صلوا كل حين، صلوا ولا تملوا. يبقى أنا فرح، مفيش الهم. ثالث حاجة نستفيد بالوقت بتاعي بالصلاة مع الشكر والدعاء باستمرار، وأهم حاجة أن أنا نشكر ربنا، علشان لو أنا صليت بروح الشكر ديت، معلمنا بولس الرسول يحط يعني ضمان ويقول لتعلم طلباتكم لدى الله، على طول تلاقي طلباتكم بقت موجودة قدام ربنا، بقت مسموعة لربنا، بقت مقبولة عند ربنا، بقى ربنا يعني مستعد أن يستجيب ليه. يا أحبائي، أنا عايز نقول لكم النهاردة إحنا عايزين نختبر الحاجات اللي اختبرها معلمنا بولس الرسول. ومعلمنا بولس الرسول راجل مر بظروف صعبة جدا، لما يبقى قاعد في السجن ومحروم من الخدمة ومحروم من الكنيسة ومحروم من كل حاجة، ونبص نلاقي يقول لنا يا جماعة أنا عايز تفرحوا في الرب كل حين. أول حاجة عايزكم ما تهتموش وما تشلوش هم، عايزكم كل اللي يشغلكم الصلاة والدعاء مع الشكر عشان صلواتكم تتقبل قدام ربنا. نقطة مهمة جدا معلمنا بولس الرسول يوصينا عليها النهاردة، بيقول ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. ايه بولس؟ قال اصل وانتوا قاعدين فاضيين في البيت ايه؟ ممكن تتخانقوا، ممكن يبقى فيه مشاكل، ممكن يبقى فيه يعني شد وجذب، فأحسن حاجة تبقوا إيه؟ عندكوا حلم، كل واحد باله طويل، كل واحد بيحتمل التاني، كل واحد بيقدم محبة، كل واحد بيبقى عارف إن إحنا إذا كانت واحد تعبان التاني يحتمله، إذا كان واحد يعني مضغوط شوية التاني يبقى عنده باله طويل عليه. فيبقى حلمكم معروف عند جميع الناس، مفيش خناق، مفيش مشاكل، مفيش شد، مفيش جذب. لكن أهم حاجة لو إحنا اهتمينا بالصلاة والدعاء والشكر، وبعدين نعمل كل عيلة كده تعمل صلاة وترفع قلبها فيه قدام ربنا، يبقى إذا كنا الكنيسة يعني حاليا مش مسموح لنا ان احنا نروح نحضر قداسات، احنا كل بيت من بيوتنا يبقى كنيسة، ونعرف ازاي نصلي، ونعرف ازاي نعمل اجتماع صلاة، ونعرف ازاي يبقى في مذبح عائلي، ويبقى فيه فرصة حلوة ان كل بيت
يرفع قلبه لربنا ويطلب من ربنا انه يرجع لينا بالمراحم. انا عايز نرجع ليكم من الاول ونفكركم بوعد ربنا: ها انا معكم كل الايام. هو معانا كل الايام، وزي ما اتفقنا امبارح في رسالة العبرانيين 13:8 اللي قال لنا يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد. النهارده احنا اتقابلنا مع معلمنا بولس الرسول وسمعنا للوصايا بتاعته. اول حاجه خليكوا فرحانين، تاني حاجه ما تشيلوش هم، تالت حاجه حلمكم معروف عند جميع الناس، خلي بالكم طويل على بعض، رابع حاجه خليكوا عندكم كل صلاه والدعاء والشكر عشان تعلم طلباتكم لدى الرب. ربنا يدينا نعمة ويحول كل الأمور للخير ويدينا فرصة حلوة نعرف نصلي مع بعض ونعرف نطلب من ربنا مع بعض ونعرف نرفع قلبنا مع بعض ونثق أن صلواتنا وطلباتنا هتعلم أمام الله بشفاعة أمنا العذراء وبشفاعة قديس هذا اليوم أبونا بشوي كامل وبشفاعة كل القديسين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.